بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا النهاردة في دروس C++. هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الأريز. يعني ايه الري او ايه لازمته؟ هنبدأ الاول نتكلم كده ان احنا عندنا مثلا variables فيها درجات بتاعة طلبة، تمام؟ عندنا ال variable الاولاني اسمه grade 1 int grade 1 بتساوي مثلا جايب 10، وعندنا التاني int grade 2 بتساوي مثلا 15، int grade 3 بتساوي مثلا 16، int grade 4 بتساوي مثلا 20. طيب احنا كده حطينا اربع variable باربع قيم، وحجزنا اربع اماكن في الميموري كل مكان مختلف عن التاني. طب لما اجي استدعيهم هبدأ اعمل سي اوت للجريد 1، سي اوت للجريد 2، سي اوت للجريد 3، سي اوت للجريد 4، سي اوت للجريد 5، وهكذا. فالناس لما لقيوا الموضوع عامل كده قالوا لا، احنا هنسهلها للناس ونعمل نوع فاريبل يشيل كذا قيمة في نفس الوقت. بما ان جريدز دول كلهم مرتبطين ببعض وليهم حاجة واحدة، يعني هما كلهم مرتبطين ببعض وهستخدمهم استخدامات واحدة، فانا هجمعهم كلهم في فاريبل واحد اسمه الري. طب الاري دوت بيتعرف ازاي؟ انا هاجي هقول له انت جريد وهعمل جنبيها قوسين كده واقول يساوي، وافتح قوسين مدورين بالشكل ده، سوري كيرلي بالشكل ده، واجي اكتب جواها بين القوسين دولت الدرجات بتاعتي 10 15 مثلا 20 كوما 30. ادي الاربع درجات بتوعي اتحط جواها. لو جينا عملنا ران دلوقتي طبعا هو مش هيطلع لنا حاجه، بس البرنامج شغال معايا. انا كده حط اربع قيم جوه الفاريبل اللي اسمه جريد، لان جريد ده نوعه ايه؟ array. طب هو عارف ان هو array منين؟ عارف ان هو array من البوكس ده. طب الاري ده بيتقسم ازاي جوه الميموري؟ هنفتح بس البينت علشان ايه نشوف الشكل بتاع التقسيمه بتاعته جوه الميموري. شكل التقسيمه بتاعته جوه الميموري هتيجي ازاي؟ ادي جريد دوت هيبقى عامل بالشكل ده، خانه 2 3 وادي ايه 4. اول خانه احنا معرفين عندنا كام؟ 10 15 20 30. هنا خدت 10 كده 15، وهنا 20، وهنا 30. تمام. كل ده جوه مين؟ جوه اللي اسمه جريد. طيب لما احب بقى انده على الحاجات اللي جوه جريد دوت بندها عن طريق ايه؟ بندها عن طريق حاجه اسمها اندكس. كل خانه من دول ليها اندكس. طب الاندكس دوت بنده ازاي او بستخدمه ازاي؟ الحاجات دي ليها ارقام، ده رقم 0، ده رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3. والاري ده ليه حاجه اسمها لينس. يعني ايه لينس؟ الطول بتاعه او المساحه بتاعته قد ايه في الميموري، مساحته اللي واخدها قد ايه، حاجز كام خانه. هو حاجز اربع خانات بس اكبر اندكس فيه كام؟ 3. ليه؟ لان ببدا العد من 0. طب ابدا اتعامل معاه ازاي كسي ان او سي اوت؟ هاجي هنا هقول له سي اوت جريد وبين قوسين اللي هم المربعين دول اقول له رقم الاندكس اللي انا عايز اخرجها اوف 0. معنى جريد اوف 0 ديت ان هو هيطلع لي اول خانه في الاري دي، طلع لي كام؟ 10. طيب تاني خانه جريد اوف 1، تالت خانه جريد اوف 2، رابع خانه جريد اوف 4. ده ايه ده؟ ده انا كده بمشي عليهم خانه خانه بالترتيب. يعني ممكن اجي اشيل الزيرو دي احط مكانها اي واطلع اعمل عليهم لوب. نجرب كده، هاجي هنا قبل سي اوت جريد اوف اي دي وهقول له 4 انت اي بتساوي 0، والاي دي اقل من 4 والاي بلس بلس. ليه 4؟ لان 4 ده عدد الخانات اللي عندي.
طب ايه سلاش دي اللي احنا عملناها دي؟ دي الاسكيب سيكونس كاركتر، بتعمل تاب. تمام، نجرب كده نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. طلع لي 10 15 20 30، يبقى طلع لي الخانات بتاعتي بالترتيب. يبقى انا ما بقتش محتاج ان انده على الفاريبل ده 4 مرات علشان خاطر اعرضه. استخدمنا الايه؟ اللوب اللي كنا عاملينه قبل كده. وبدل ما كنت بحط في 4 خانات وكل خانه باسم مختلف واقعد ادور عليهم، وبدل ما السطر ياخد مني، بدل ما الـ4 فاريبل دول عشان ادخلهم واخرجهم ياخدوا مني 8 سطور، خدوا مني 2 سطر بالظبط. طب لو عايز اعمل سي ان للجريدز دولت، كنت هقول له سي ان بدل سي اوت كده. بس في الحالة دي انا ما كنتش محتاجة احط variables اصلا هنا. طبعا هو طلع لنا ايرور على التي دي علشان هي مش هينفع في السي ان كده. انا مش محتاجة variables اللي هنا اصلا. طب انا مش محتاجة variables اللي هنا بس طلع لي ايرور ليه؟ انا لازم دايما احط للجريد ده ان سايز، احط عدد variables اللي هتخش جواه كام. طب انا احط هنا 3 ولا 4؟ اهو بيبدأ من 0 ل 3، بس العدد بتاعهم كام؟ السايز بتاعهم كام؟ السايز بتاعهم 4، فبكتب هنا 4. في الحالة دي انا اقدر اعمل سي ان للجريد دوت. نعمل ران كده. ادي فاريبل 2 3 4، ونفس اللوب ممكن اخليه يعمل لي سي اوت. هعمل اللوب ده اكرره تاني واعمل فيه سي اوت. مش ده السي اوت اللي احنا كنا عاملينه من شوية؟ انا رجعته اهو، وهطلع امسح القيم القديمة دي واحط هنا 4. دلوقتي انا لو عملت ران هيستنى ياخد مني قيم. ادي قيمة 2 3 4، بعد كده راح اعرض لي الـ4 قيم جنب بعض في نفس السطر. تمام، الشكل الطبيعي للاري عامل زي الشكل ده، بيبدأ يتحجز جوه الميموري في بوكسز كده كتير جوه بعض، كل واحد منهم واخد قيمة مختلفة عن التاني، وزي ما قلنا ليه نوع وليه اسم وليه قيم. طبعا هنا ناسية في الصورة ده تحط الاتنين براكت اللي هم المربعين. تمام، هنا الليست ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده الاري دوت السايز بتاعه كام؟ السايز بتاعه 10، لانه بادئ من 0 ل 9، يعني جواه 10 قيم. طب لو عايز انده على اي قيمة من القيم دي لوحدها، مش عايز اندههم كلهم، ببدأ اقول اسم الاري، بعد كده بين قوسين رقم الاندكس اللي انا عايز اعرضها. تمام، طيب نفرض ان احنا جايين عايزين نعرف الفاريابلز بتاعت الاري كلها بقيمة واحدة، كلهم ياخدوا ديفولت فاليو ليهم قبل ما يتعمل سي ان، بحيث ان انا ما عملت السي ان الواحدة فيهم تبقى بقيمة الديفولت بتاعتها. طيب ازاي اقدر اعمل كده؟ انا لو جيت قلت له انت جريد اوف 4 دي، وعملت كده يساوي، وحطيت الكيرلي براكتس دول وحطيت قيمه واحده مثلا 10 او مثلا 0، وعملنا دلوقتي ران، هيبدا يعرض لنا عناصر الاري كلها بكام؟ بصفار. طب وانا لو ما كنتش حطيت الديفولت فاليو دي، الاري بتاعي كان هيبقى جواه ايه؟ لو انا عملت ران دلوقتي، الاري بتاعي جواه جاربج، جواه شويه ارقام عشوائيه جايه من الميموري وخلاص. طب ليه جواه جاربج؟ لان انا ما حطيتش جواه قيمه معينه استخدمها. تمام، طيب لو جينا عايزين نجمع عناصر الاري دي كلها، يعني احنا عندنا اري وعاملين له سي ان، بس عايز اجمع عناصر الاري كلها. طب عشان اجمع عناصر الاري دوت، انا المفروض هقول ايه؟ ايه اوف 0 زائد ايه اوف 1 زائد A of 2 زائد A of 3، صح كده؟ طيب أنا محتاج يبقى عندي variable أحط فيه قيمة بتاعت الناتج دوت. أنا هحط variable عندنا اسمه sum، sum دوت هخليه بيساوي إيه؟ علشان أبدأ بيه وما يبقاش جواه garbage هقول بيساوي 0. فأنا هاجي هنا هروح معرف int sum بيساوي 0. طب بعدها علشان خاطر اجمع العناصر هبدا اقول له اللوب بتاعي اللي بيلف لي على الاري كله اهو، هقول له جواه ايه بقى؟ هبدا اقول له sum plus بيساوي a of i، اجمع لي كل مره على السم
ال A of I. احنا ما عندناش A of I، عندنا grade of I. كده انا اقدر اجيب المجموع بتاع كل الدرجات بتاعت الريكورد دوت او بتاعت الاري ده. لو عملنا هنا سي اوت للسم وعملنا رن، هندخل الاول القيم بتاعتنا، مثلا هنقول 12 وهقول 15 و10 و13. قال لي 12 و15 و10 و13 دول الاليمنتس بتوعنا، مجموعهم كام؟ مجموعهم 50. لو جينا جمعنا الارقام دي فعلا هتطلع لنا 50. طيب لو عايز اجيب ناتج ضرب العمليات الايتمز بتاعت الاري كلها في بعض، هبدل العمليه بتاعت البلس دي لايه؟ لفي. طيب هنتكلم بقى دلوقتي على شويه تريكات موجوده جوه الاري بتاعنا، او شويه حاجات ممكن نعملها على الاري. لو عندي اتنين اري جريد وعندي اري تاني اسمه جي اوف 4، هل ينفع اجي اقول له جي بيساوي جريد؟ ده ايرور، وايرور كبير وناس كتير بتقع فيه. انا علشان اعمل الحكاية دي لازم اجي احطهم جوه اللوب بتاعي، اجي هنا اقول له انقل لي element by element، ما ينفعش اقول له انقلهم كلهم مرة واحدة، لازم انقل واحد بواحد. فهاجي اقول له هنا فور انت اي بتساوي زيرو واي اقل من 4 واي بلس بلس، خلي لي جي اوف اي بيساوي جريد اوف اي. انا نقلت الاليمنت اللي موجوده هنا حطيتها هنا. طب دلوقتي لو عملت سي اوت للجي اوف اي، انا هفتح هنا بس قوس كده عشان بدل ما اكتب اللوب مرتين هخليه مرة واحدة، وهقول له سي اوت للجي اوف اي وادي اند لاين، وهعمل رن كده ونشوف. هدخل اول حاجة الاليمنت بتاع جريد، واحد اتنين تلاتة اربعة. عرض لي ايه جوه الجي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. انما لو كنت قايل له جاي بيساوي جريد كده على طول زي ما كنا بنعمل في الحاجات الباقيه ما ينفعش. طيب لو عرفت جريد ده كده بالشكل ده ومش عايز ادخل في لوب، هل ينفع بعد كده اجي اقول له جريد بيساوي وافتح تو براكتس كده واحط الاليمنتس كلها ورا بعض، او اقول له جريد وافتح قوسين مربعين واحط جواه الاليمنتس كده على طول؟ هل ينفع ان انا اعمل ده تاني، او احط هنا زي ما كنا بنعمل في اول مره واقول جريد اوف 4 بتساوي كذا وكذا وكذا؟ طبعا ما ينفعش، ده هنا هيعمل لي ايرور. انا لازم، انا ما دام قلت له جريد اوف 4 دي يعني معناها ان انا بقول له شاور لي على العنصر رقم 4 في الاري ده. طب هو اصلا العنصر رقم 4 ده موجود؟ ما فيش عندي عنصر رقم 4، انا عندي من 0 ل 3. فهقول له هنا جريد اوف 0 بتساوي 2. كده انا حطيت اول عنصر جوه الاري، بعد كده جريد اوف 1 بيساوي كذا، جريد اوف 2 بيساوي كذا، انما ما ينفعش احطهم كلهم مع بعض تاني. تمام. طيب كده احنا عرفنا الاري اقدر احط فيه البيانات ازاي واقدر ادخل فيه الحاجه ازاي. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.